السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تالتة إن شاء الله هناخد يونت 4، الوحدة الرابعة هناخد منها لسون 1 2 and 3. الوحدة بتاعتنا اسمها I love my home، أحب بيتي. I love my home. طيب تعالوا كده نشوف، وحدة كبيرة وفيها حاجات كتير جدا، فعشان كده هتتقسم إن شاء الله على 3 أجزاء. تعالوا نشوف هنا listening and speaking dialogue، استمع وتحدث بالمحادثة، يعني هنقوله مع بعض كده. look listen and repeat. I am looking for my math book. do you know where is it? I am looking for my math book. do you know where is it? بيدور على الكتاب الرياضيات بتاعه وبيسأل هل تعرف أين هو. طيب هما جايبين هنا رقم واحد الأول، مفروض يعني برضو العكس. تعال نقول من رقم واحد كده نقولهم بالترتيب. هاني what are you doing؟ ماذا تفعل يا هاني؟ هاني what are you doing؟ قال I am looking for my math book. do you know where is it؟ أبحث عن كتاب رياضيات خاصتي، هل تعرف أين هو؟ قال له no I don't know، لا أعرف. no I don't know. I can't find it and I have math homework. بيقول ان هو مش لاقيه وعنده واجبات في الماس. I can't find it and I have math homework. I can help you find your book. I can help you find your book. استطيع ان اساعدك لتجد كتابك. Okay. I am looking on the bookcase. Can you look in the book, the cupboard, please. Okay, I am looking on the bookcase. Can you look in the cupboard, please? بيقول له حسناً سأبحث في خزانة الكتب. هل يمكنك النظر إلى في الخزانة من فضلك؟ It's here in the cupboard next to the photos. إنه هنا في الخزانة بجوار الكتب. It's here in the cupboard next to the photos. thanks dad. شكرا يا أبي. طبعا قولها تاني من غير الترجمة. هاني what are you doing؟ هاني what are you doing؟ I am looking for my math book. do you know where it is؟ no I don't know. I can't find it and I have math homework. I can help you find your book. I can help you find your book. Okay, I am looking on the bookcase. Can you look in the cupboard, please? It's here in the cupboard next to the photos. Thank you, Dad. طيب تعال نشوف الكلمات عندي هنا. خزانة cupboard cupboard cupboard. وكب لوحدها فنجان، بورد يعني سبورة، كلها على بعضها خزانة. كابورد كابورد. منضدة تيبل تيبل تيبل. لمبة أو مصباح لامب لامب لامب. كرسي تشير تشير تشير. كرسي ذو ذراعين أرم تشير أرم تشير أرم تشير. ساعة حائط كلوك كلوك كلوك. خزانة الكتب بوك كيز book case. أريكة أو كنبة couch 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 couch. تلفزيون television، اختصارها TV television television. واجب منزلي homework homework. كتاب رياضيات math book math book. عندي verbs أفعال find يجد find find، وعندي يبحث عن look for look for. prepositions of place، حروف جر المكان. بين between between between. على on on on. بجوار next to next to. خلف behind behind behind. في in in in. طبعا الجرامر احنا اخدناه في فيديو لوحده، بس هنقول بس الاسئله يعني بالاجابات. what's in the living room؟ ماذا يوجد في غرفه المعيشه؟ there is. what's in the living room؟ there is a lamp and there is a table.
There is an armchair next to the cupboard. دول برضو موجودين هتلاقوهم في ال. طيب كل الجرامر ده هيبقى موجود في فيديو الجرامر. تعال نشوف listen and match على طول كده التدريبات اللي هي ال activities. أنشطة number one bookcase اللي هي خزانة الكتب يعني أو خزانة الكتب صح. armchair كرسي بدراعات كده between بينه أنا عندي هنا الشاشة بين الكرسيين cupboard اللي هي الدولاب ده. طيب دي قلنا بنجيبها من ورا بنقراها كاملة للطفل والطفل بيشوف ايه الكلمة الناقصة وبيكملها. يوسف بيقول I am looking for my math book بدور على كتاب الرياضيات بتاعي. فالأب قال له I can help you find your book يبقى هنا looking وهنا find. Okay I am looking on the bookcase. Look it's next to the photos. تمام. Read and choose the correct answer. شوف الإجابة الصحيحة. Number one. The book is next. أو next على طول بيجي معها كلمة to. The bag يبقى هنا to. Not is a clock. عندي clock دي مفرد. باخد على طول there is. There is a clock. يوجد ساعة. I sit on a. أنا قاعدة على. طبعا بنقعد على الكاوتش اللي هي الكنبة. He is looking. Looking دايما بيجي معها كلمة for. Looking for next to. Looking for next to. نحفظ كده الكلمات اللي هي لها جزئين. طيب تعالوا نشوف هنا كمان بيقول معلش أنا هضطر أسرع لأن كتير جدا كتير فعشان كده بتكلم بسرعة عشان في ناس بتسأل في التعليقات ده كتاب قطر الندى. Question number four look read and detect. حط علامة صح عند الإجابة. أنا عندي هنا لمبة على الترابيزة هقول there is a lamp on the table. Number two عندي هنا خزانة كتب خلف الكنبة فبقول there is a bookcase behind the couch. عندي هنا كتب بجوار الكرسي فبقول there are books next to the chair. عندي هنا يوجد تلفزيون على الدولاب ده نقول there is a television on the cupboard. طيب هنا read and complete هنكمل. and for what a are I am looking on the looking بيجي معها for. I am looking for my math book بدور على كتاب الرياضيات. What's your living room? There is a clock. يعني إيه اللي موجود في غرفة المعيشة؟ قلنا يوجد ساعة. يبقى هنا what الأبوستروف اس معاها. There is armchair. أولها حرف متحرك بتاخد an. There is an armchair next to the couch. There books جمع فبتاخد are. طيب هنا بنكتب عندي lamp clock ساعة TV تلفزيون. Rearrange the following sentences. أعد ترتيب الجمل الآتية. نقول no, I don't know. لا, لا أعرف. What's in the living room? ماذا في غرفة المعيشة؟ واتفقنا إن إحنا بنترجم الكلمات ونرتب بالعربي بعد كده نرتبها إنجليزي هتيجي معنا مظبوطة. هنا الجملة دي بتقول there is a chair next to the cupboard. يعني يوجد كرسي بجوار الدولاب. I can help you find your book. أنا أستطيع أن أساعدك لتجد كتابك. تعال نشوف بقى البانكت ويت. بانكت ويت مونا ده اسم الام كابيتال and هالة هو عامل لي الاتش كابيتال are in the living room. ما فيهاش أي حاجة بيقول لي مونا وهالة في غرفة المعيشة دي جملة خبرية بحط في الآخر full stop. Full stop يعني نقطة. There is أول حرف بنعمله capital. A lamp on the table ما فيهاش حاجة تاني دي جملة عادية يوجد لمبة على الترابيزة بحط full stop يعني نقطة. طيب قبل ما ناخد lesson 2 تعالوا نشوف الكتاب الصغير. الكتاب الصغير lesson 1 زي ما احنا عارفين بنكتب بنحفظ الولاد الكلمات وبعد كده بنيجي على الملحق الصغير اللي موجود مع كتاب قطر الندى بنخليهم يتملوا هنا الكلمات وبنشوف كتبوها صح ولا غلط. طيب تعال نشوف على الدرس الاول كده يعني درس درس كده نخلصه من الكتابين. عندي هنا بيقول لي look read and complete on is to between what. عندي هنا the couch and the cupboard حاجتين هم مع بعض يبقى في حاجة ما بينهم. The clock is أقوله between the couch and the cupboard الساعة بين الكنبة والدولاب. There a lamp lamp مفرد تاخد is. There is a lamp on the table يعني يوجد لمبة على الترابيزة. What is the living room لسه قايلينهم كلهم في الكتاب التاني. What باخد what. The cat is next قلنا next بيجي معاه to.
هنا أنا أقعد على الكنبة يبقى I sit on a couch. إنها بين البوك behind خلف it's behind the bookcase يعني إنها خلف المكتبة أو اللي هي خزانة الكتب. No I don't know لا أعرف. طيب هنا look and write one sentence يعني عايزني أكتب جملة. It's on the table أو ممكن أقول the book is on the table زي ما أنا أحب يعني it's أو the book. It's an armchair هذا كرسي ذو ذراعين. طيب تعالوا نشوف listen to. listen to بيقول لي الكلمات بتاعتها feed the cat. feed the cat يعني تطعم القطة. دي helping at home المساعدة في البيت. helping at home. feed the cat يعني تطعم القطة. cut the vegetables يعني تقطع الخضروات. cut the vegetables. sweep the floor بتكنس الأرض. sweep the floor. set the table بتجهز أو بتعد المائدة. set the table. make my bed أرتب سريري. make my bed. يبقى نقولهم تاني helping at home منساعد في البيت. feed the cat. feed the cat. cut the vegetables أو vegetables. cut the vegetables أو vegetables. تكنس الأرضية. sweep the floor. sweep the floor. make the bed. make the bed. set the table. set the table. تعالوا نشوف الأكتيفيتيز اللي هي الأنشطة بتاعتنا. listen and match. number one make the bed بترتب السرير. cut the vegetables بتقطع الخضروات. feed the cat بتطعم القطة. set the table يعني تعد المائدة. طيب read and circle هنعمل دائرة. number one sweep the floor يعني بتكنس الأرض. feed the cat بتطعم القطة. make my bed بترتب السرير. cut the vegetables يعني بتقطع الخضروات. طيب عندي هنا برضو أنا شايفاها بتعد المائدة فبقول I set the table أنا أعد المائدة. هنا بتطعم القطة I feed the cat. number three بترتب السرير I made the bed. بتكنس الأرض I sweep the floor. read and complete. table cut my floor وfeed. بنقول I sweep the floor أنا بكنس أو الأرض. I cut the vegetables بقطع الخضروات. I make my bed برتب سريري. I set the table يعني برتب أو بعد الترابيزة. طيب كده خلصنا lesson 2. تعالوا نشوف lesson 2 من هنا كمان. lesson 2 برضو عندي الكلمات بنكتب الجمل بعد ما نحفظها بنتملاها. وتعالوا نشوف look read and complete. عندي vegetables floor make sweep set. I set the table يعني أنا بعد الترابيزة أو المائدة. Dina can cut the vegetables. دينا بتستطيع أن تقطع الخضروات. I sweep the floor أنا بكنس الأرض. I make my bed يعني أنا برتب سريري. I can feed the cat يعني أنا أستطيع أن أطعم القطة. ده ترتيب. تاني واحدة they set the table هم بيعدوا المائدة. I cut the vegetables يعني أنا بقطع الخضروات. هنا بيقولي read and choose the correct answer نختار الإجابة الصحيحة. she can the bed اللي كان مع موجود مع the bed قل له make the bed. make the bed. I know the floor. the floor بيجي معاه إيه sweep the floor. sweep the floor. we know the cat هنعمل القطة feed the cat. feed the cat. he can the table قل له set the table. set the table. تعالوا هنا نشوف الجمل بتاعتنا هي كبيرة شوية. قول she can cut the vegetables هي تستطيع تقطيع الخضروات. ممكن أقول she cut the vegetables على طول يعني هي تقطع الخضروات. عندي هنا she can set the table هي تستطيع أن تعد المائدة. ممكن أقول she can she set the table على طول. she set the table. sets بقى هنا نحط cuts عشان هنا مفرد أقول she cuts the vegetables أو she sets the table بس خلينا إيه كده زي المنهج. طيب تعال نشوف الدرس الثالث بقى والأخير في هذا الفيديو. الكلمات عندي هنا دخلنا بقى في الماث شوية. عملية الضرب اسمها multiplication. multiplication عارفة كبيرة وصعبة حتى حفظها تقيل. multiplication. multiplication عملية الضرب multiplication. multiplication عملية القسمة division. division 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 القسمة division division
multiplication, division, multiplication, division, division. يضيف ناس كتير جدا بيقولوا added, added. لا هي اي حرفين بنقول عليهم double دي بيتقروا واحدة بس add, add, add. يضيف add, add. يساوي equal, 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 equal. يبقى multiplication, 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 division, 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 add, add, equal, 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 array, 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 مصفوفة, array, array. جزرة, carrot, carrot, carrot. صديق, friend, friend, friend. مجموعة, group, group, group. Array, array, array. Carrot, carrot. Friend, friend. Group, group. طيب other words, تعال نشوف كلمات تانية. The same, the same يعني نفس. The same, the same, the same. مختلف, different, different, different. Call, each, each, each. مرة أخرى, again, 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 again. التقسيم إلى separating, separating into, separating into, separating into. التقسيم إلى separating into, separating into. مضروب في multiplied by, multiplied by, multiplied by, multiplied by. مقسوم على divided by, divided by, divided by. مقسوم على divided by, divided by. مرات times, 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 times. طيب تعالوا نكمل multiplication بقى, عملية الضرب. بيقول multiplication is adding the same number again and again. عملية الضرب هي إضافة نفس الرقم عدة مرات. يعني مثلا بيقول لي first method يعني الطريقة الأولى, count by adding, العد بالإضافة, 2 plus 2 plus 2 equal 6. 2 زائد 2 زائد 2 بتساوي 6. Second method والطريقة الثانية, we have 3 plates, عندنا 3 أطباق. There are two apples in each plate. كل طبق فيه تفاحتين. يبقى هنا عايزين ايه؟ 3 times 2 equal 6. 3 times 2 equal 6. يعني نقول 3 في 2 بتساوي 6. يبقى عندي طريقة, اما اجمع الاثنين 3 مرات او الثلاثة مرتين, يا اما اجمع أو نضرب على طول 2 في 3 بتساوي 6. نجيب الرقم على طول. Array اللي هي المصفوفة. An array is a set of objects arranged into rows and columns. Each row has the same number of objects as the other rows. Each column has the same objects as the other column. The other column يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ان المجموعة اللي هي المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من الاشكال مرتبة في صفوف واعمدة, كل صف به نفس عدد الاشكال في باقي الصفوف, وكل عمود به نفس عدد الاشياء مثل باقي الاعمدة. وده الشكل بتاعها, عندي هنا رو ده كده صف, وعندي هنا كولم اللي هنا الان سايلنت مش بنقراها, ده كده عمود. تمام, فهنا بنقول ايه بقى؟ الروز الصفوف عندي 3, الكولم عندي 2, فبضرب 2 times 3 equal 6. طيب نكمل. هنا بيقول لي asking and answer about multiplication, يعني السؤال والإجابة في عن عملية الضرب. What is 2 times 4؟ هنا البنت بتسأله بتقول له ماذا يكون ناتج ضرب 2 في 4؟ فقال لها 2 times 4 equals 8. 2 في 4 بتساوي 8. 3 times 5 equals 15. 3 في 5 ب 15.
ده شكل المصفوفة 5 times 3 equals 15 وخمسة في ثلاثة بخمستاشر، فهنا عندي العمليات التبادلية بتديني نفس الناتج. طيب تعالوا هنا بقى الاكتيفيتيز او الاكتيفيتي look count and write. هنا 2 عندي صفين في اربع اعمدة، اقول له 2 times 4 equal 8. عندي هنا 3 equal 4 3 times 4 equal 12. هنا عندي 2 times 3 equal 6. طيب division بقى القسمة، بيقولي division is separating into equal groups. عملية القسمة هي التقسيم إلى مجموعات متساوية. عندي مجموعة هي divided into 10 divided by 2 equals 5، يعني بيقول لي 10 مقسومة على 2 بتساوي 5. هنا 8 divided by 4 equals 2. طيب هنا برضو there are 4 apples 1 apple for each child. عندي هنا 4 تفاحات، كل تفاحة لطفل واحد. There are 8 apples، عندي 8 تفاحات، عندي 8 وعندي 4 ولاد. نسيت احلها دي، يبقى هنقول كل واحد هياخد 2 apple 2 apples for each child 2، كل واحد هياخد 2. طيب تعالوا هنا بقى نقول read and write 3 divided by 3 equal 1، 9 divided by 3 equal 3, 10 divided by 5 equal 2, 6 divided by 3 equal 2, 12 divided by 3 equal 4, 14 divided by 2 equal 7. طيب تعالوا نشوف هنا كمان read and complete 3 times 5 equals 15، يعني 3 في 5 بتساوي 15. 4 times 2 equals 8، 4 في 2 ب8. 5 times 2 equals 10، يعني 5 في 2 ب10. 6 times 2 equals 12، يعني 2 في 6 ب12. read circle and write 4 divided by 2 equals 2، بتساوي 2. 15 divided by 3 equals 5، يعني 15 على 3 بتساوي 5. 16 divided by 4 equals 4. 20 divided by 2 equals 10. طيب كده خلصنا بقى، هنسيب اليونت lesson 4 5 و 6 مع بعض والامتحان لوحده. تعالوا اخر حاجة بقى هناخدها من هنا lesson 3، زي ما اتفقنا الكلمات الولاد هيحفظوها وبعد كده هيبدأوا يتملوها. look read and take number 1، هنا عندي 2 في 4 ب8 فبختار نفس المسألة 2 times 4 equals 8. هنا عندي 12 على 3 بتساوي 4، 12 divided by 3 equal 4. 2 في 5 ب10، يبقى هنقول 2 multiplied by 5 equals 10. لا lesson 4 خلاص، يبقى هي دي lesson 3 كانت اخر حاجة. كده خلصنا اول 3 دروس من الوحدة الرابعة، وان شاء الله نكملهم في الفيديو القادم. بشكركم جدا وبعتذر طولت عليكم، هو الوحدة كبيرة جدا وفيها حاجات كتير. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.